السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج بيومن. هو برنامج قوي جدا في موضوع الريندر، يعني بناخد الموديل من اي برنامج من برامج الريم او برامج الكاد وندخلها على برنامج اليومن، نعمل لها امبورت وبعد كده نعمل لها اظهار بشكل قوي جدا. طيب دلوقتي لو انت هتبدأ مشروع جديد فبتقول له نيو، تمام، بيبدأ يقول لك اختار شكل من الاشكال الموجودة او ممكن تختار حاجه فاضيه وتبدا انت بقى تحط. وانت لو اخترت ديت سهل ان انت تحولها لدي، او اخترت دي تحط الاشجار تبقى دي، يعني سهل جدا ان انت تغير بينهم، مفيش مشكله خالص. طيب ممكن تقول له اكزامبل وتبدا تشتغل على مشروع موجود. تقدر تشوف هنا السرعه بتاعتك، بيبدا يقول لك الامكانيات بتاعت الكاس بتاعتك اهيت. طيب هنا ممكن تحمل مشروع انت كنت شغال عليه قبل كده، ممكن تسيف الشغل بتاعك. طيب انا هقول له دلوقتي اكزامبل، يبدا يجيب لي بعض المشاريع اللي موجوده، وليكن مثلا هنختار دوت مثلا بيت البحيرة او بيت الشاطئ. في فيلم معماري اسمه بيت البحيرة، جميل جدا يعني. طيب هو كده بيحمل المشروع. انت لو عندك المشروع بتاعك معمول الامتداد مثلا اف بي اكس، او معمول دي دبليو جي، او دي اكس اف، او دي اي اي، او الامتداد بتاعت الماكس، تقدر تعمله امبورت وتبدا تشتغل عليه عادي بدون اي مشاكل خالص. زي ما انت شايف المنظر جميل جدا. تقدر تتحرك بالماوس من اخر الاسهم، او تتحرك دبليو اللي قدام وايه ناحيه الشمال ودي ناحيه اليمين، تقدر من خلال الكي والاي تطلع فوق وتحت، فكانك بتلعب لعبه من الالعاب اللي هي الشخص اللي موجود يتمشى جوه المشهد. هنا الزرار دي تقدر تلاقي اختصارات اللي انت تستخدمها، من فوق هتلاقي الليارات، كل لير من دول بيعليها العناصر، تقدر تخفي الحاجات. تقريبا كل عناصر كانت محطوطة على لير واحدة. من هنا بتلاقي معلومات عن الشغل بحيث لو حاجة تقيلة. تقدر تعمل امبورت للملفات، هتلاقي طبعا امتدادات كتيرة موجودة زي DAE، زي 3D Max، زي السكتش، زي الاوبجكت، زي DWG، DXF، السكتش اب، كل الحاجات دي تقدر تتعامل معاها، تقدر تعمل لها امبورت وتشتغل عليها. تقدر تعمل امبورت لأشجار مثلا، خلينا نحط شجرة كده، بس خلينا نحطها على اللير مظبوطة على الشجرة تري اهوت. بعد كده هقف على اللير تاني عشان اعرف اطفي شجرة تري اختفت. تقدر تحط صخور، تقدر تحط حاجات كتيرة من الطبيعة. تقدر نخش بقى نحط اشخاص وحيوانات اعزكم الله. مثلا خلينا نحط طائر مثلا، مش بيبقى ثابت في مكانه، لا مجرد تحطه يقعد يلف ويدور حواليك كده بالشكل دوت. تقدر تحط بطة وتقعد تبلبط بقى في المية براحتها. تخيل بقى الحاجات دي اللي هي بتتحرك دي عشان تحطها في الماكس بتاخد جهد منك قد ايه، او تلاقي بلاجن جاهز ليها يعني. ممكن نحط مثلا نافورة، او هتلاقي نار، او هتلاقي بعض المؤثرات او دخان. خلينا نحط مثلا نافورة. تقدر تعمل عليها سيلكت وتقدر تعدل بعض الخصائص، الحجم بتاعها والارتفاع ونوعها وهكذا. السايز تكبر تصغر زي ما انت عايز. تقدر تختار كمان اللاير اللي هتحط عليها النافورة ديت. تقدر تعمل لها روتيت، تقدر تعمل لها سكيل تغير الحجم بتاعها.
وتقدر تلغيها تماما. تقدر تضيف صوت، تمام؟ تقدر تدوس على امبورت وتدخل الصوت. تقدر تضيف مثلا كرسي، تعال نضيف كرسي قبل ما نضيف صوت. دي الحاجات اللي هي جوه البيت مفروض، بس ممكن ناخد كرسي كده ناخد كرسي من جوه البيت ونحطه على الشاطئ، مفيش مشكلة يعني، محدش هيقول لك حاجة. تقعد بقى تتفرج بقى على المراكب بقى وبتاع. تقدر تضيف صوت لأي حاجة. طبعا في أصوات بتبقى خاصة بالمعارض، حاجات خاصة بالمول، حاجات خاصة، فأنت لازم تختار الصوت المناسب، والصوت بيبقى محطوط في المكان بتاعه، وأنت تقرب منه الصوت يعلى، تبعد عنه الصوت يقل، كأنه فعلا صوت حقيقي. يعني ممكن تحط صوت مثلا بتاع موتور، فطول ما أنت بعيد عن الموتور مش سامع حاجة، بص هتلاقي الصوت بيقرب ويبعد. تمام. أنا على فكرة حصل مشكلة كده، فبسجل بعد يعني صوت فصل، فممكن الصوت ما يبانش معاك، بس هو كان هتلاقيه ظهر معاك في اليوم، بس انا حصل عندي مشكلة في التسجيل. ممكن تضيف مثلا ضوء، خلينا نضيفه كده جوه المبنى عشان لما يكون في مؤثرات عايز تشوف اللقطة بالليل، يبقى شايف حاجة يعني، يبقى في لمبة بعيدة. طيب خلينا نغير ماتيريال، بتعمل سيلكت، تقدر تغير فيه خصائص الماتيريال او تختار ماتيريال مختلف تماما. مثلا حاجة خشب مثلا الشكل دوت، انواع كتير من الخشب. دلوقتي بقى ممكن تغير شكل المسطح، مثلا تقدر تعلي الأرضية مثلا بالشكل دوت أو تصغرها. تمام. خلينا نشوفها كده من بعيد. تقدر تعمل حفرة مثلا، ممكن عندك الأرضية مش عايزها متساوية، تقدر تعدل فيها. بالشكل دوت شايف، تحس كده ان انت قللت التراب فالمية دخلت. في حاجة اسمها اوبن سيرت ماب، ودي خرائط اوبن سورس، بتحمل الخرائط تقدر تفعلها. ممكن نفعل لو في حشائش نتحكم في درجة وجودها ونصغرها ونكبرها زي ما احنا عايزين. ممكن نخش بقى في الوزر، نخلي بقى ايه، نغير في السحاب، نغير في اتجاه الشمس، نغير في الساعة، نخلي مثلا اللحظة بتاعت الغروب او الشروق زي ما انتوا عايزين. منظر سحر، انا حابب اقعد هناك كده كده عند المظلة ديت. ايوه بقى، ممكن تيجي بقى تسيف الشغل بتاعك، ممكن تيجي تقول له انا عايز اخد لقطة معينة، فتقول له فوتو، فتبدأ تحط بقى المؤثرات اللي انت عايزها. خلينا ندوس هنا بحيث ان هو ياخد لي الصورة ديت، وبعد كده تخش بقى تحط افكت مثلا لايت او سان زي ما انت عايز، شمس ايت. ممكن تضيف أي مؤثر أنت عايزه، لو في مؤثرات كتيرة بتخلي في حيوية في الصورة يعني. ممكن تعمل برسبكتيف، ممكن تاخد صورة تانية، ممكن تعملهم كلهم رده مرة واحدة.
تقدر تفعل الحاجات ديت، الالفا مابس الحاجات ديت. ممكن تقول انا عايز ارندرهم كلهم على انهم ايميل او ديسكتوب او برينت او بوستر، بتفرق في الجودة. تمام، وانت ممكن تاخد لقطات كتيرة وتعملهم. تعالى نجرب بقى فيديو، ممكن تقول له ريكورد، تبدأ تمشي. تمام، تاخد كذا لقطة وهو بيبدأ يعمل فيديو هنا. بص اللقطة ازاي. خلينا بقى ايه نعملها كأن مثلا انت داخل جوه البيت، مثلا عايز تدخل جوه البيت. تمام، مجرد بس تاخد لقطة هو يوصل بيها. هتقول له اوكي وخلينا نشغل بقى الفيديو. خلينا نعمل مؤثر كده ان ده بالنهار، مجرد بس ان احنا غيرنا بارامتر هتلاقي المشهد اختلف تماما. ممكن طبعا تعمل سان ستادي وتعمل ماس موف، يعني في حاجات كتيرة جدا انا بنتكلم عنها بتفصيل فيما بعد. خلينا نشوف بقى الرندر، تقدر تشوف كام فريم في الثانية. 25 فريم في الثانية كويس جدا، بس لو انت عايز تزود الجودة تقدر توصل ل 200 فريم في الثانية زي ما انت عايز. تقدر تغير في الكواليتي، تقدر تشوف انت عايز تسيفها بأني جودة. طيب نشوف بقى حاجة لذيذة قوي اللي هي 3D التوتال ستيم بانوراما، ان انت ممكن تاخد لقطة وتحطها في النظارة بتاعت ال VR فتقدر تشوف كل حاجة حواليك. بتحدد بقى الارتفاع العين بتاعك هيبقى قد ايه وهتبص فين، وبعد كده تقول له اعمل رندر فيروح عمل لك الرندر على النظارة ديت. تقدر تعمل رندر على نظارة او تسيف على الجهاز، او ممكن تعملها على ماي ليون. ده شرح سريع جدا، تقدر تضيف اي مؤثرات، نفس المؤثرات اللي احنا كنا بنضيفها قبل كده تقدر تضيفها برضو هنا. تخلي المنظر بالشكل دوت.